السلام عليكم خواتاتي الزوينات والنويرات ديال سارة، اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ اموركم هانيه؟ كي دايرين مع هذا الجو هذا؟ اش كتعاودوا؟ يا كل شيء بخير، كنتمنى تكونوا ان شاء الله بالف خير. ومرحبا بكم معايا اليوم، ومئة الف مرحبا في فيديو جديد، فيديو ديال الحداقه اليوميه لاله وديال الطاقه الايجابيه. وغادي نشجعكم ان شاء الله باش انتوما نوضو لعندكم شي صالون. نوضي اختي، اش كتسناي؟ نوضي ضربي لي واحد التخمينه وقادي. الا عندك شي بلاصه فيها الغبره نوضي اختي مسحيها. شنو كتسناي؟ ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي غير يحفزكم ويعطيكم واحد الطاقه اللي ايجابيه، باش اللي باغا غتنعس وتبقى مغطيه في مانطا، اليوم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غتلوحي اختي المانطا وغتنوضي معايا تشمري لي على دراعك وتقادي دارك. كيف كتشوفوا هنايا خواتاتي الزوينات، غندير واحد التنظيف اللي غادي يكون هو هذاك الصالون. كاينين شي طبيعات كانوا كيبانوا ليا في الحيط، فقلت علاش لما نضربش لهم واحد المسحه ونحيد هذوك الطبيعات ما يبقاوش. كندير غا واحد الفوطه كتكون فازقه واحد شويه صافي، وتنبقى نمسح فيهم مزيان كاع الطبيعات البنات اللي كاينين في الحيط، حيدتهم بالاخص في هذه البلاصه هذه اللي حدا الشرجم. مع بناتي مازالين صغارين شويه، ملي كيبغيو يطلعوا الشرجم راه ضروري رجليهم كيحطوها في الصباغه عاد كيطلعوا الشرجم، فكيبقى مطراسي الرجل ديالهم. هادشي علاش دابا غادي نضرب لهم واحد المسحه وغادي نقادهم، وحتى الشرجم حتى هما غادي نمسحو. ما نقولش لكم البنات تغبر تغبر بالمزيان، عرفتي ولات فيه الغبره بزاف وشحال ما بقيتش مسحتو، فهادشي علاش قلت اليوم غدا نحداك ونعطي لخواتاتي الطاقة الإيجابية. يلا خواتاتي اللي عندها شي بلاصة مغبرة تنوض تمسحها، يلا ندير فيكم اليوم الحماس إن شاء الله. غادي ندير واحد الحكة اللي غادا تكون خفيفة للدار، ضروري ما غادا نحكها لأن شحال هادي ما بقيت حكيتها. كنحك غا الكوزينة والحمام البلاصة ديالو ورا الراسة تنحكها يوميا، ولكن الكولوار وداكشي ما تنحكوش صراحة، شحال ما بقيت حكيتو. على قبل هذيك الزريبية الصراحة مهنياني من الحكان، كتبقى نقية وفي نفس الوقت حتى الأرض كتبقى ليا نقية، فكنغيب واحد شوية عاد تنرجع تنحكها وتنقاد الأرض ونعاود نطلق هذيك الزربية. واللي اول مره كتشوف القناه ديال اختها ساره، اش كتسنى يا اختي؟ ما ترديش شاركي عند اختك في القناه وفعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالي، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبالتعليق ديالكم اللي اكثر من رائعه، تعليقكم كلها غزاله في حالكم يا خواتاتي الزوينات. بالنسبه لهاد سبيراتور هادي كنت قلتوا لي بزاف شاركيها معنا ساره، وبغينا نعرفوا اش من ماركه، وبغينا البنات انا كنفضل ما تاخذوش هادي، راه كاينه وحده في نفس الشكل ديال هادي ولكن صراحه زوينه عمليه جاتني حسن من هادي ونفس الثمن ديال هادي، فعلاش لا ما تاخذوش الاخرى؟ هذيك الاخرى البنات كتشدوها غير في حاله كباليد ديده ديالكم، ما فيهاش هذوك الرويد، كتشدوها غير من الفوق باليد ديالكم وكتبقاو تدورو تشطبو بها وانتوما شادينها، ماشي في حال هذه دابا عندي كتجر وكنبقى نشطب بها بعض المرات. ما المهم انا هذه كتعنكشني كتبقى تقلب وداكشي، فكنفضل لكم الماركه الاخرى شكل الاخر شكل الاخر هو غير شكل، اما الماركه راه كيف ما كانت صافي راه مزيانه، الثمن ديالهم بالسلاف حاجه زوينه. كنتمنى تكونوا فهمتوني ووصلتكم الفكره، حيت هذه الشكل ديالها راه ماشي عملي، مع هذوك الروايد اللي كاينين فيها من التحت ما زوينينش، ولكن كاينه اللي وحده اللي زوينه بالسلاف حتى هي، كتشدوها باليد ديالكم كتبقاو فحالهم بحال هذوك سبيراتور اللي كاينين غاليين دابا، اللي ب 30000 كيتباعوا، ب 20000 كانوا جابوهم بين ب 20 ب 30، هذه كتشديها فحال هكا بيدك وكتبقاي انت كتشطبي. هادشي علاش هذيك احسن، كاينه الرخيصه ديالهم بالسلاف نفس الشكل، غا هي البريز كيبقى لاصق في سميتو، كديروه في الضو وعاد كتبقاو تخدموا بها، اما هذيك الغاليه فكتيليشارجوها وكتخدموا بها بلا خيط. هذيك كاع حسن اللي باستطاعته كاع ياخذ هذيك، مي اللي ماشي باستطاعته ياخذ ديال السلاف الاخرى احسن. دابا شي نهار نشوف لكم الصوره ديالها ونوريها لكم باش تاخذوا فكره وتشوفوها كيفاش داير الشكل ديالها اللي بالسلاف، يعني اللي ماشي باستطاعته تاخذها. في دابا مسحت هذا الشرجم هذا ديال الصالون قاديته، ما نقولش لكم شحال لقيت فيه ديال الغبره، عرفتي لقيته مغبر البنات ديال بصح. مهم حيدته عليا، ملي كنحيد شي جهه وكتنقى كنرتاح اكثر،
حيدتو عليا دابا، دابا ضربت بسويراتور، غادي نرجع غنرجع كاع الفراش اللي كان في الصالون، غادي نردو نقادو. وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ودابا يلا غادي نضرب البنات واحد الحكه للارض، غادي نحيد هاد الزربيه هادي. راه كنتو سولتوني عليها بزاف، هادو راهم معروفين هاد الزربيات هادو، الثمن ديالهم خديتو مقلب 2400 او 2200 كنتوقع، وكاينه اللي غلط منها ب 3000 المترو. وبالنسبه للزين اللي جري دايره في الكولوار، شكرا لكم بزاف النصائح ديالكم. قلتوا لي بلا ما نحيدو ندير الصباغه من فوقه، وبلا ما نحيدو نخليه وكيبقى مكالي على البروده وعلى داكشي. شكرا لكم بزاف التعليق ديالكم والنصائح ديالكم اللي تنديرها بعين الاعتبار. ودابا اختكم ساره كل مره كنحيد عليا حاجه، دابا حيدت عليا الصالون. غندوز دابا نجمع هكا الزريبيات فحال هكا من طريق، وغندوز نجمع الكوزينه. هي الاولى تاهي مسكينه راه كتشطح الكوزينه البنات، عرفتي راه مرونه تا هي. غادا نحيد عليا تا هي، نغسل المعنات نرجعهم بلاصتهم باش ما تبقاش ليا مرونه. عاد ديك الساعه ملي غادي نبدا نحك غنحك كلشي في دقه. ندوز حتى للكوزينه تا هي نضرب لها واحد الحكه. ايوا كتشوفوا
الروينه راه ضروري منها، ضروري ما الدار كترون. كنلاحظوا حتى عريق كتقولوا لي زعما دارك ملي كتبداي الروتين الدار ديالك نقيه ومقاده. انا كل مره وشنو كاين، بعض المرات كنكون مقاداها قبل وكنكون في الصالون، ومني تنجي للدار كنلقاها باقا نقيه. وكاين في حال هكا دابا في الصباح دابا يلاه فايقين، راه ضروري الدار ما غتكون مرونه، وضروري ما الكوزينه غتكون مرونه، وعاد كنجمعها ونقاده باش مني كنمشي للصالون كنمشي مرتاحه وكنخلي الدار نقيه. كيف كتشوفها مجموعة المعنات اللي غيتغسلو حطيتهم ليها، غندوز نحك هاد البلاصة هادي ونضرب لها واحد المسحة، عاد غنمشي للمعنات تا هما نحيدهم عليا باش مني نبدا نحك في الدار نحك كله في دقة. يعني الكولوار الما ديال الكولوار كنجيبو الكوزينة، اما ديال الحمام الما ديال اما الحمام البنات الما كيبقى في الحمام، ما كيخرجش على الحمام. مع دايره واحد العتبه بسيطه عند الباب ديال الحمام، ما تشالاش الما ديالو ما تيخرجش ليا برا، كيبقى في الحمام. وهذا ديال الكولوار هو اللي كنخرجو للكوزينه. ان شاء الله البنات من بعد ما غادي نجمع داري كامله ونقاده، غادي نمشي البنات الحمام حتى نسالي بعد الجميع وداكشي، يعني حتى الليل عاد غدا نمشي للحمام. ومني غدا نجي غنشارك معكم طارت حلوين البنات بالديسير وداكشي، يجي الشكل ديالهم زوين وبساطين، في بساطين يعني ساهلين دغيا توجدو من وليداتكم وتيبغوهم من الاولاد في حالة الاشكال هادو. ايوا المهم كنعطيكم افكار تستافدوا منهم كيف ما حتى انا كنستافد منكم في بزاف ديال الحوايج. وغنشارك معكم ان شاء الله البنات المعطر اللي تندير في حال هكا في الارض، وكتبقى البنات الريحه ديالو زوينه بزاف ما تتحيدش. دابا حتى من بعد ما حكيت دابا وحيدت الماء، غادي ندير هذا المعطر هذا في الارض، غادي نشاركه معكم. هو هذا البنات، هذا هو المعطر اللي غادي نديره في الارض، هذا راه معروف الثمن ديالو شي 260، غنديرو في حال هكا في الارض. عاد غادي نضرب واحد الشفيفه باش كتبقى هذيك الريحه ما كتحيدش البنات، كتبقى النهار كامل. صافي من بعد ما ضربت البنات واحد الشفيفه رجعت الزريبيات لبلاصتهم كل حاجه، دابا غادي نرجعها لبلاصتها. اي والله على راح الله من بعد ما كتجمع الدار وكتقيد. دابا عاد جيت البنات من الحمام، دابا غادي ندوز نشارك معكم المقادير ديال الطارت. كتجيب الديسير شي حاجه اللي زوينه وكنتمنى تعجبكم، وخليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. هادو غير شريتهم البنات طالعين فيهم 10 حلوين، عندي واحد نص سيتر ديال الحليب، غنشارك معكم الطريقه اللي كيجيو بها البنات واعرين. عندي نص سيتر ديال الحليب، عندي فلون كراميل، عندي 4 معالق كبار سنيده، جوج معالق كبار يكونوا عامرين مزيان كريم باتيسير. شارك معكم هالطريقه هذه اللي كتجي البنات زوينه بزاف. دابا درت الحليب هنايا، غادي ندير نشا، يا ربي غندير البنات كريم باتيسير، ماشي نشا كريم باتيسير البنات. ها هو درتو، غندير السنيده، غادي ندير الفلون، صافي نخلط كل شيء مزيان حتى البنات يذوب ليا العناصر كامله مزيان. عاد ديك الساعه غادي نشعل على البوطه ونقص عليها البوطه ونبقى نخلط ضروري، ما كتبقاوش تحركوا في حالاتها باش ما تلصقش ليكم. سيبها لكم الخليط البنات بدا كيعقد شويه، عاد ديك الساعه كتكبوه مباشره. تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت.
دابا من بعد ما عقد ليا البنات الخليط خليته برد واحد شويه، ودابا درته هنايا غادي ندخل الثلاجه تبرد، وعاد ديك الساعه غادي ندير الديسير. بالنسبه للفواكه البنات كديروا لها الحامض ضروري، كتختاروا نتوما الفواكه اللي بغيتوا تزينوا بها، كديروا لها الحامض باش ما تكحلش ليكم، باش تبقى ليكم زوينه صافي. ولكن قبل ما غندير الفواكه غندخلها بعد تبرد، حتى تبرد لي مزيان عاد غادي ندير ليها الفواكه، غندير ليهم كيف ما قلت لكم الحامض، وغادي نزين بهم، وغتشوفوا ان شاء الله دابا الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كنتمنى يعجبكم. شكرا لكم بزاف المشاهده، وبسلامه عليكم في فيديو جديد.